بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا جماعه بقى الخميس ما شاء الله، شايفين في سخنه جماله حلاوته. واحده بقى بتسالني بتقول لي هو الفسيخ بيطلع في الفيديوهات عيونه حمراء، واما بيجي لنا في الورقه وبيبقى احمر، هما بيجي لنا في الورقه اللون بيروح. يا حبيبه قلبي، الفسيخ ده مش لعلي، ده ميه، يعني الميه بتاعته اللي هي نازله بتاعته ما بتبقاش صبغه، هي بتبقى ميته حاجه مش مدهونه. احنا يا حبيبه قلبي الفسيخه زي ما انت شايفاها كده، فسيخه حلوه وجميله وحلوه وكل حاجه حلوه فيها، ودي مسافره، ده اوردر رايح اليوم. حبيبتي انا عامله لك الفسيخ اهون احلى فسيخ. انت قلتي لي انني يتيمه وعايزاكي تساعديني في اني ارزق، ربنا يرزقك ويرزق كل من كان. انت جايلك شويه فسيخ هتبيعي كده وتشرطي وتحطي رجل على رجل، وبالف انا وصحه وعافيه، واسعارنا فوق الخيال. دول الحبايتين كيلو، وفي الخمس حبايات 2 كيلو، وفي الثلاث حبايات كيلو، وفي عندنا الصغير الجميل السكر العسل اللي قعدت نايت في قلبي النهارده اقول لكم تعالوا اهو، الجميل اهو حاجه كده فوق الخيال. اسعارنا جميله وعندنا حاجات حلوه. وبمناسبه العروض يا جماعه، اما بتبقى الفسيخ يعني غالي مش عارفين نعمل له عرض لانه بيبقى غالي، يعني اما اجي اعمل لكم عرض على الاربعات مثلا ب 85 او ب 80 حتى يقولوا لا غالي، فاني بستنى كده اما بيجي برده شويه يكون سعرهم حلو وبعمل لكم عليه عرض. وطبعا العرض بتاعنا قلتها 100 مره، انا كنت عامله العرض ده يا جماعه، انا كنت عامله عرض عشان ربنا قومني بالسلامه من عمليه كبيره، ما كنت اتمنى اي حاجه في الدنيا غير ان ربنا يقومني بالسلامه. فعملت العرض، عملته مش للمنافسه، مش من المنافسه ان حد يبص لي ومثلا يقول لك اعمل عرض زي، لا والله انا عامله العرض ده قسما بالله انا بعمله ما بناخد فيه حاجه، وجات ربنا يعلم انني بعمل العرض ده وبقولها على كل الدنيا انني بعمل العرض ده ما باخدش فيه حاجه، ربنا مقدرني وبعمله. انا عملته اول واحده في نبارك الله كانت تعمل عرض على الفسيخ مش للمنافسه، انا واحده ست صحيح، وانا اللي قلت لاولادي، ولادي قالوا لي يوم ما تقومي بالسلامه انا اعمل لك احلى عرض، احلى عرض ان الناس كلها تاكل، فقير غني كله يدوق حلاوتنا. قلنا بدل مثلا ما نعمل حاجه اي الناس بتاكل، في ناس كتير بتبقى نفسها في الفسيخ ومش عارفه تجيب، يعني انا بيجي لي ناس نفسها في الفسيخ مش عايزه لحم، هي عايزه تاكل فسيخ، يعني هي عايزه تاكل فسيخ. فقلنا يعني بدل ما نعمل حاجه ذبيحه حاجه، قلنا نعمل زي من الناس تاكل والناس الغلابه تاكل والناس كلها تاكل مش للمنافسه. انا حبيت بس اقول الكلمتين دول عشان قلت لكم 100 مره ان العرض بتاعي يا جماعه الخير مش عاملاه منافسه، انا عاملاه عشان ربنا قومني وبعت، عايزه الناس كلها تدعي لي، وكل ما اعمل عرض ربنا يا رب كده يرزق اولادي ويسعدهم ويجعلهم احسن الناس ويعملوا احلى عرض لحد ما اموت، يعني حتى لو موت، حتى لو موت، حتى لو موت هو يعمل لي برضه العرض ويبقى يوم يعامله. اللي اتفرج على الفيديو ده في ثلاث حبات فسيخ اللي هتروح فيهم ربع كيلو، ربع كيلو، فاللي عايزهم يلا ينضف عشان ما بوظش بس. او دول كبار اهون اهو، وطبعا كلكم سمعتوني، واحنا بكره الجمعه، وطبعا حتى يعني حد غاوي بطرك شوفي، ما كانش عندنا عرض النهارده. طب يا بس انا هفضيهم واخدهم ليا، والله يا جماعه انا ما كنت بقدر اتكلم، ربنا اللي عالم بيا، بس وبقول بس الناس تدعي لي، والله مش احسن مصلحة في الدنيا دي كلها، بلا فسيخ بلا فلوس بلا اي حاجه، ولا اي حد فلوس والله ما بتعمل حاجه، اهم حاجه الستر والصحه. ويا حبيبتي انا وعدتك ان انا هجيب لك فسيخ حلو، انت قلت لي انا من القليوب
ولو عندك زباين من اليوم قولوا لهم هتاكلوا فسيخ ما كلناهوش في حياتنا. وباذن الله ربنا يرزقكم رزق كل من كان. ونعملت لك الفيديو زي ما انت قلتي، واحنا بسخان البحار النهارده الخميس، بكره الجمعه. طبعا انا ما عملتلكوش عرض النهارده، بس انا عملت عرض بسيط كده. انا حبيت فسيخ كان عندي صغيرين، عملتهم على 65. طبعا انا ما بقول بعمل عرض، انا بحدد، انا بقول انا عامله 4 ب 75، انا عامله 3 بكذا، انا بحدد انا بعمل ايه، ماشي. وطبعا احنا في سخان البحار نبرو امام مدرسه السميع، ملناش فروق اخرى. وطبعا احمد ابني اهو ومحمد، ربنا يبارك فيهم يا رب واشوفهم اسعد الناس. وكلمه اولى واخيره، صنعه محمد واحمد ابني محدش بيخش المخزن بتاعنا التالت. ايه ولادي اللي بيعملوا الفسيخ بايديهم، يعني انا دايما واقفه في المحل علشان خاطر احنا على قدنا لسه. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، يلي كل واحد باصص لنا، احنا ناس غلابه لسه، احنا لسه بننشا جديد. ربنا يسعد ابني واشوفه اسعد واحد، ويعمل بدل العرض عروض 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 علشان خاطر لله مش لحاجه تانية. وربنا يشفيني ويشفي كل مرض، وما يدخل اي حد مرضي في اي في جسمي، لان اصعب مرض الهي ما حد يبتلى بيه يا جماعه. وبس مش عايزه اقول لكم اكتر من كده. واحنا المحل بتاعنا هو، ومش قادره اتكلم. واحمد ابني هو، وبكره الجمعه، واللي عايز يجي برده. احنا ما عندناش عرض، بس سخنة جميل، واعتبروا العرض موجود، بس يعني ايه زي ده زقه صغيره، يعني بتبقى زقه صغيره، يعني علشان خاطر اقول لكم عندنا الرنجة، عندنا السردين، عندنا البطارخ، عندنا كل اللي انتوا عايزينه، عندنا الفسيخ المخلي، عندنا كل حاجه. ويا رب كده يجعل ايام سعيده عليكم، ويرحم المسلمين يا رب حق جاي النبي. واحنا نبروق من مدرسه الثانيه من مشروع اخرى. واحمد ابني هو مش عارفه بقى يجي ولا لا. يلا